المرة اللي فاتت قلنا نظام المضارع البسيط، يعني ايه نظام المضارع البسيط؟ نشوفه مع بعض كده. يعني الفعل في المصدر امتى؟ لو كان الفاعل عندي I, they, we, you او الحل محله من الاسماء. طيب برضو عندي فعل في اس او اي اس او اي اي اس امتى؟ اذا كان الفاعل عندي هي او شي او ات. ده شكل فعل في الزمن المضارع البسيط، يا اما فعل مصدر لو الضمائر موجوده دي عندي، يا اما فعل في اس لو الضمائر دي موجوده عندي. طيب النفي بيبقى دونت لو الفعل مصدر، دونت زائد المصدر. طب لو الفعل في اس دازنت زائد المصدر. طب السؤال دو وبعدين الفاعل وبعدين المصدر. طب لو الفعل في اس بنسال بدز وبعدين الفاعل وبعدين المصدر. ده كل حاجه في زمن المضارع البسيط. شكل الفعل مع الضمائر اي وذي وي ويو، شكل الفعل مع الضمائر هي وشي وات، شكل الجمله المنفيه دونت زائد المصدر، شكل الجمله المنفيه في لو الفعل في اس دازنت زائد المصدر، شكل السؤال لو الفعل مصدر يبقى دو والفعل والمصدر، لو الفعل في اس داز والفعل والمصدر. ده اسمه كله زمن المضارع البسيط. انا الدرس الجديد اللي عندي المره دي اسمه المبني للمجهول في زمن المضارع البسيط. يعني ايه مبني المجهول في زمن مضارع بسيط؟ اول حاجه الاول لازم افهم يعني ايه مبني المجهول. انا عندي مثلا اقول انا نظفت الغرفه، مين اللي نظف الغرفه؟ انا. الفعل عندي معلومه اي مثلا clean my room every day. الجملة دي اهي زمانها مضارع بسيط، فعل في المصدر اهو. ليه؟ عشان عندي I، عشان عندي I يبقى فعل في المصدر. I clean my room every day، كل يوم انا بنضف اوضتي كل يوم. الجملة دي اسمها يعني جملة نوعها معلومة. يعني ايه معلومة؟ الفاعل عندي موجود اهو، جاي في اول الجملة اهو. الفاعل عندي موجود، عشان كده انا قلت الجمله معلومه، بتتكون من فاعل وفاعل ومفعول او فاعل وفعل وتكمله جمله، ففي الحاله دي جمله معلومه. طب لو انا قلت الغرفه نظفت، انا ذكرت هنا مين اللي نظف الاوضه؟ لا، ففي الحاله دي الجمله مبنيه للايه؟ للمجهول. في الحاله دي الفاعل عندي بيبقى مش معلوم او مش مهم ان انا اعرفه. أنا عندي الفعل نفسه، أنا بأكد على الحاجة اللي اتعملت نفسها. طيب I clean my room every day، أنا نظفت بنظف غرفتي كل يوم. طب لو أنا قلت غرفتي تنظف كل يوم، بدأت بإيه؟ غرفتي تنظف كل يوم، بدأت بإيه؟ بغرفتي. غرفتي هنا موقعها في الجملة هنا إيه؟ مفعول. ما هو أنا ده الفاعل clean، ده الفعل بنظف ايه؟ غرفتي ماي روم، دي المفعول. يبقى ده الفاعل، ده الفعل، ده المفعول، وافري داي ده ظرف. لو جينا كده الاعراب زي العربي كده، الاعراب عندنا ده فاعل، ده فعل، ده مفعول، ده ظرف. طيب في المبني للمجهول بعمل ايه؟ ببدا بالمفعول. فين الحاجه اللي اتعملت عندي؟ اللي هي ماي روم، بروح بادئه بالمفعول تبقى ماي روم. شكل بقى الفعل في زمن المضارع البسيط المبني للمجهول لازم نحفظ التركيبه دي. بيبقى متكون من ام واز وار زائد البي بي الباست بارتيسيبل، يعني التصريف الثالث للفعل. انا عندي التصريفات، تصريف اول اللي هو المصدر، تصريف ثاني اللي هو الماضي، تصريف ثالث اللي هو اسمه البي بي اللي هو الباست بارتيسيبل، ده اللي انا عايزاه. طيب انا قلت الاول ببدا في اول خطوه نمشي بالخطوات. اول خطوه نبدا بمفعول الجمله، اثنين ناتي بفيرب تو بي، فيرب تو بي مناسب للمفعول. بجيب بقى فيرب تو بي من دولت مناسب للمفعول اللي انا حطيته وعملته فاعل. ما انا كده بجيب المفعول بعمله فاعل اهو، بقى عندي في الاول اهو. ثالث حاجه ناتي بالتصريف الثالث للفعل، اجيب التصريف الثالث للفعل اللي موجود عندي. وممكن رابع
رابع حاجة أكتب باي بواسطة باي زائد الفاعل اللي هو الفاعل كان عندي في الأول اللي هو ده أهو اللي هو كان الفاعل عندي في الجملة الأولانية. طب تعالى نمشي بالخطوات كده. أول حاجة أنا بدأت بالإيه؟ بالمفعول. تاني حاجة هجيب فيرب تو بي مناسب للمفعول. عندي أم عندي إز عندي أر. ماي روم هيناسبها إيه؟ إز. يبقى ماي روم إز. تالت خطوة أجيب التصريف التالت للفعل اللي عندي. كلين تصرفاته منتصب. كلين كليند كليند يبقى كليند. ممكن أقول بقى باي باي بواسطة أنا باي مي. حول بقى الضمائر انا هتبقى بواسطتي انا مي باي مي وممكن ما اقولهاش دي خطوه دي اختياريه. يعني ممكن اقول الاوضه اتنضفت او الاوضه اتنضفت بواسطتي او بواسطه اختي. يبقى ده خطوات تحويل الجمله من مبني للمعلوم للمبني للمجهول. طب تعالى نعمل جمله كمان ونشوف الخطوات. فارمرز grow fruits. ها فارمرز تعالى الاول نعرف الجمله. فارمرز دي مين؟ الفاعل. grow ده مين؟ الفاعل. fruits ده الايه؟ المفعول. اول خطوه عندي المفعول بيبقى ايه؟ فاعل. يبقى هبدا بمين؟ fruits. ثاني خطوه بجيب verb to be المناسب هتبقى are. grow تصرفاتها كده grow grew grown grow grew grown يبقى all grown. by farmers جيب الفعل بقى اللي عندي اللي كان في الاول by farmers. يبقى انا كده حولت الجمله المبني المعلوم للمبني المجهول. يبقى fruits are grown by farmers. الفاكهه تزرع بواسطه مين؟ بواسطه الفلاحين. ناخد جملة كمان. My father buys new watch. My father buys بابا بيشتري ساعة جديدة. New watch. تعال كده نعرف الأول my father دي فاعل. بايز دي الفعل. نيو واتش دي الايه؟ المفعول. اول خطوه ابدا بمين؟ بالمفعول. ساعه جديده نيو واتش. عايزه اقول الساعه اشترت بواسطه ابي. نيو واتش. ها هجيب نيو واتش هنا هتاخد ايه من فيرب تو بي؟ از لانها مفرد. باي تصرفاتها بوت بوت يبقى التصريف الثالث بوت. يبقى في الحالة دي لازم أكون عارفة تصرفات الأفعال كويس جدا. يبقى a new watch is bought by my father بواسطة أبي. دي الخطوة الاختيارية اللي في الآخر ممكن أكتبها وممكن لأ بس لازم أكون عارفاها. يبقى new watch is bought by my father. كده حولت الجملة لمبني للمعلوم لمبني للإيه؟ للمجهول. تمام كده؟ ها فيها مشكلة؟ نعمل جملة كمان. The school have school makes a party. The school makes a party. أول حاجة a party. الفعل عندي ميك تصرفاته ميد ميد. is made by the school. الحفلة قيمة أو عقد عن طريق بواسطة مين؟ بواسطة المدرسة. A party is made by the school. يبقى لازم أكون عارفة شكل الجملة، الجملة عندي دي معلومة ولا لأ؟ لو الجملة عندي معلومة يبقى أنا عندي هنا الفاعل معلوم في أول الجملة، الجملة بتتكون من فاعل وفاعل ومفعول. طب لو أنا عندي الجملة مفعولة في الحالة ديت الفاعل عندي بيبقى المفعول، ما بيقدرش يعمل الحاجة،
يعني انا عندي هنا فروتس ارض رول، الفروتس ديت احنا اللي بنزرعها ولا بتطلع لوحدها؟ احنا اللي بنزرعها، فهي غير قادره على زرع نفسها. ففي الحاله دي افهم ان الجمله هنا مبنيه للايه؟ مبنيه للمجهول، لما يكون الفعل اللي عندي ما يقدرش يقوم بالفعل ده. الفاكهه زرعت، الحفله عملت، المدرسه هي اللي عملت، الحفله مش هتعمل نفسها. ففي الحالة دي الجملة تبقى عندي مبنية للمجهول. طب تركيبة الجملة المبنية للمجهول في زمن المضارع البسيط آل إز آر والتصريف الثالث للإيه؟ للفعل. والخطوات اللي إحنا بنمشي عليها عشان نحول الجملة المبني المعلوم لمبني للمجهول. نقل بقى الخطوات ديت ونسأل.